بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده هو الاثنين العظيم، وهو بحق عظيم لانه في تفاصيل فنيه هتستمتعوا بيها النهارده مع الجينيوس بتاعنا عمر عبد الله ان شاء الله في الجزء الثاني. كل اللي انتوا بتفكروا فيه هتشوفوه النهارده في تفاصيل فنيه ممتعه في الجزء الثاني ده بمشيئه الله. طيب، قبل اي شيء احنا في فتره توقف، اذن منتخبنا الوطني هو العنوان الأكبر لكل ما يحدث خلال هذا التوقيت، ولعل أبرز ما يحدث أنه منتخبنا الوطني عنده ماتشين في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم. قول يا رب، ما احنا كلنا بنقول يا رب إن شاء الله بإذن الله إيه يبقى الخير جاي في التصفيات ديت. وخد بالك أنه احنا النسب بتاعة صعودنا لكأس العالم زادت، يعني زادت بكتير لأن النظام اختلف، فالنظام اختلف وعدد المقاعد زاد، فالدنيا حلوه ان شاء الله باذن الله لينا مقعد محجوز في بطوله كاس العالم المقبله. طيب خليني اقول لك عزيزي المشاهد انه ماتشات التصفيات بالكامل، تصفيات كاس العالم بالكامل هتشوفها عبر شاشه اون تايم سبورتس بمشيئه الله. كل الماتشات، يعني انت عندك من اول يوم الخميس المقبل ماتش مصر وجيبوتي، ويوم الحد اللي بعديه ماتش مصر وسيراليون، بمشيئة الله هتشوفهم عبر شاشة اون تايم سبورتس، لانه الحقوق الحصرية اخدناها لبث جميع مباريات منتخبنا الوطني، وده بالتعاون مع شركة اورا الشريك الاساسي اللي كان داعم ومساند، كان عندهم دور كبير جدا 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 لما نتكلم فيه، فلابد ان نشير اليه الحقيقة بنجاح. ومهم خد بالك، في أي خطوة لها علاقة بالحقوق ولها علاقة بالمشاهد المصري ولها علاقة بمنتخبنا الوطني، إنه يكون في دور للشركات الكبرى اللي بتكون موجودة في مصر داعمة بشكل أو بآخر وليها جزء كبير في الرياضة المصرية. أورا أحد أكبر الشركات اللي ليها دور حقيقي في ده. فأنا معايا على التليفون الأستاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا، نعرف منه الكواليس والتفاصيل المتعلقة بالحقوق الحصرية، حقوق بث مباريات منتخبنا الوطني في التصفيات إنجاز التعبير. يا أستاذ هيثم أهلا وسهلا بك، تحياتي، مساء الفل، مبروك عليكم ومبروك علينا ومبروك للشعب المصري كله. يعني صحيح، الحمد لله، يعني قدرنا ان احنا بالتعاون طبعا مع الشركه المتحده، احنا ما تاخرناش زي ما انت عارف كده، احنا جات لنا المكالمه يوم الجمعه، ايوه يوم الحد خلصنا كل حاجه، يوم السبت تقريبا خلصنا كل حاجه. سرعه رد الفعل دي بقى جت منين؟ ويعني من يوم التأهيل طبعا كالعاده، والمهندس قلتي اول ما عرفوا ان حاجه هتسعد الشعب المصري ما فكروش لحظات، زي ما اقول لك كده المكالمه ما خدتش اكتر من 10 ثواني 10 ثواني 10 ثواني طيب. وكان كل حاجة اتوافق عليها، اتفقنا على كل حاجة وما تردناش ان احنا نبقى في ظهر المشجع المصري لاخر لحظة. طبعا دي حاجة انت عارف الكورة طبعا يا استاذ ابراهيم، يعني ايه قد ايه مهمة بالنسبة للشعب المصري، وقد ايه يفرق معاك جدا ان انت وانت بتتفرج على ماتش تتفرج على استاذ ابراهيم فايق، كابتن سيف، كابتن احمد سوبير، انتوا اللي بتقولوا الاستوديو معاكم، ربي يبارك في عمرك، كتير قوي لما الاستوديو معاكم ولما معاكم مختطفات، فالحاجات دي بتفرق معانا. هو اللي فارق معانا بامانه شديده هو انه الشركات المحترمه اللي زي حضراتكم كده لما تحط ايديها في ايد المتحده علشان خاطر الشعب المصري زي ما بتقول، عشان الناس تتفرج على شاشه مصريه، وده اللي بيفرق معانا، لانه التصفيات المؤهله، وانا لسه بقول احنا التصفيات المؤهله لكاس العالم ان شاء الله باذن الله لينا نصيب في كاس العالم المقبل ده يا استاذ هيثم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله طبعا، واحنا معاك، وحتى في كاس العالم كمان لحد كاس العالم وفي حاجات كتير وفي حاجات كتير، احنا مع ان الشعب المصري الكره دي من حق الشعب، صحيح، ومن حق الشعب ان هو يتفرج عليها، واحنا والمتحده واي حد هيبقى بيقدر يحاول يسعد الشعب ده احنا معاه. طيب جت المكالمه وقلنا يلا بينا نتحرك، اخد الوقت من بعد التحرك قد ايه؟ بقول لك، ما انا بقول لك 10 ثواني. لا خلاص بقى، من بعد ال 10 ثواني اتحركتوا على طول، من بعد المكالمه اتحركتوا على طول خلاص. تمام تمام، يلا بينا يلا بينا، خلص الموضوع ده. ايه العظمه يعني دي. يوم الحد العقود اتعملت وخلصنا كل حاجه. طيب احنا مش بس ماتش جيبوتي وسيراليون، كل الماتشات، كل الماتشات العشر ماتشات اللي في التصفيات لحد ان شاء الله ما نتاهل لكاس العالم. ده شيء عظيم جدا جدا، هتفضلوا مكملين معانا ان شاء الله باذن الله، ها سنتين ان شاء الله مع بعض، يلا ان شاء الله، وفي كاس العالم كمان ان شاء الله
هنشوف هنقدر نعمل ايه مع بعض. طب قول لي بقى عايز تقول ايه لشعب مصر دلوقتي، احنا برضو بنزف لهم الخبر الحلو ده. ان شاء الله شعب مصر شركه اورا دايما هتبقى مع الشعب المصري ومع المشجع المصري، وان شاء الله اي حاجه نقدر نعملها في الفتره الجايه ان احنا نسعد الشعب ده احنا معاه. طب ايه رايك ما تيجي نفكر، وانا كنت بتكلم في الموضوع ده النهارده في الراديو، ما تيجي نفكر في رابطه لمشجعي مصر، نعمل رابطه كده حلوه من بتوع الاهلي على بتوع الزمالك على بتوع الاسماعيلي على بتوع المصري، الناس الجامده اللي بتشجع عندنا دي، وتبقى انتوا الراعي بتاعها ونطلع بيها لقدام، ويبقى هم اللي موجودين معانا في التصفيات ومن بعد التصفيات. احنا معاكم في اي حاجه. يلا بينا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا وتحيه كبيره ليكم، بتمنى لكم كل التوفيق ودايما ايدينا في ايدين بعض من اجل مصلحه الكره المصريه والرياضه المصريه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ هيثم. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. استاذ هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي لشركه اورا، وحبينا ان احنا نبتدي مع حضراتكم بالخبر ده لعلها ان شاء الله باذن الله تكون فتحه خير. الحصول دائما على الحقوق المتعلقه بالمنتخبات والانديه هي أهم حاجة، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. إذن ونحن نتحدث عن منتخبنا الوطني، خلونا نتحول للقاء مع كابتن محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني، نتابع مع حضراتكم هذا اللقاء. بداية إن شاء الله موفقة، دايما البدايات مهمة، وطبعا مرحلة مهمة جدا لحلم كل المصريين الوصول إن شاء الله لكأس العالم 2026 بأمريكا. هو فعلا حلم كل المصريين، ربنا يكرمنا إن شاء الله، يعني ده خطوة بداية إن شاء الله مع ماتشين مهمين، مش هنقلل من الفرق اللي احنا بنلعبها، بس ده يعني ان شاء الله مع ماتشين، اول ماتش عندك في مصر وتاني ماتش في ليبيريا، بنلعب سيراليون بنلعب جيبوتي هنا في مصر، ان شاء الله باذن الله نحقق حلم كل المصريين وربنا يكرمنا في الصعود لكاس العالم 2026 باذن الله. الراجل حتى النهارده في الاجتماع كان بيشدد على حاجه مهمه جدا، ان الفرق كلها بالنسبه لنا هي واحد، النهارده بدايه حلم تاني، بدايه يعني مشروع تاني احنا بنشتغله واحنا بنبتديه. فموضوع ان احنا بنلعب جيبوتي ولا بنلعب سيراليون احنا ما بنبصش للكلام ده كله، ويمكن الرساله واضحه لكل اللاعبين وكل الجهاز الفني والاداري والطبي ان احنا بدايه هتبقى مختلفه تماما عن تصفيات كاس افريقيا. ما بنستقلش بفرق، لان الفرق كلها بقت مختلفه دلوقتي في افريقيا. مهم جدا ان احنا نكسب الماتشين دولت، تمام، ربنا يكرمنا ان شاء الله في جيبوتي يوم 16 باذن الله، ويوم 19 سيراليون في ليبيريا، دول هيفرقوا معانا جدا في الماتشات الجايه. احنا عندنا خمس فرق مش بنستهين بحد، احنا كل الفرق بالنسبه لنا على 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 مسافه واحده وعلى مستوى واحد، فاملنا كبير جدا ان احنا ان شاء الله في اللعيبه وفي الجهاز ان شاء الله ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه ونسعد بيها كمان الجماهير باذن الله. الحمد لله النهارده كان الانتظام حوالي 22 لاعب، بكره او النهارده ان شاء الله هينضم محمد صلاح، هينضم مصطفى محمد، عمر مرموش، 22 لاعب منهم معظمهم محترفين موجودين كلهم، ما عدا زي ما قلت لك ثلاث لعيبه دول هينضموا على بالليل، لان كان عندهم ماتش امبارح، فظروف سفرهم هيوصلوا النهارده متاخر. ان شاء الله ماتشنا يوم 16 يوم الخميس الساعه 6 مساء، ده تحديدا اللي بتحدده دايما الفيفا. يوم 19 ده ماتش سيراليون هيبقى في ليبيريا الساعه 4 العصر، تمام، على ملعب نجيل صناعي في ليبيريا، والعوده ان شاء الله يوم 20. رساله واضحه ويعني بتمناها ان انتوا تشتغلوا عليها كاعلاميين كجماهير، ان الاستاد لازم ان شاء الله باذن الله يكون فيه حضور جماهيري. النهارده بنتمنى ان يكون فيه جماهير، عشان ده بيبقى مؤازره للفريق وبتدي دافع معنوي للعيبه وهي بتلعب. يمكن شفنا الكلام ده كله في ماتش الجزائر، الماتش نفسه حماسي جدا من الجماهير ومن اللعيبه، فوجود الجماهير ده هيبقى مطمئن لينا كجهاز وللعيبه في نفس الوقت، فحضورهم ومؤازرتهم لينا هيبقى ان شاء الله باذن الله هم الدافع ان احنا نكسب الماتشين باذن الله. اللي حصل ان الفيفا بتبعت مواعيد محدده، او الكاف بيبعتوا مواعيد محدده للاختيار ما بينهم، احنا اخترنا يوم 16 على اساس ان احنا يبقى برضو الفرق اللي هو الثلاث ايام الطبيعي قبل المباراه. ولكن بالنسبه لليبيريا هو بالنسبه سوري سيلاريون هم ماتش ليبيريا اللي في تصفيات كاس العالم برضو هيبقى يوم 20، فهم اختاروا 19 ما اختاروش 21. طبعا هي زنقه، تمام، بس ان شاء الله احنا اداها حدود. هنسافر رحله 7 ساعات طياره خاصه، ويعني يمكن بشكر فيها وزير الشباب والرياضه ان احنا ساهم معانا في قصه توفير الطياره الخاصه، لان احنا الموضوع طويل قوي. فهنوصل بالليل يوم 19،
تمام. يوم 17 هيبقى فيه تمرين الصبح غالبا هنتمرن هنا في القاهره، وبعد كده ناخد طياره، وبعد كده نتمرن التمرين الرئيسيه يوم 18 على نفس الملعب اللي احنا هنلعب فيه الماتش، ونفس التوقيت الساعه 4 العصر، وتاني يوم نلعب الماتش يوم 19، ونسافر بعد المباراه ان شاء الله باذن الله على طول. كله بكره ان شاء الله منتظم باذن الله الساعه 7، تمريننا الساعه 7 كل يوم تمام، لغايه الماتش ان شاء الله الساعه 6 يوم الخميس باذن الله. ان شاء الله باذن الله تكون الامور ماشيه بشكل طيب وزي ما احنا مرسمين لمنتخبنا الوطني. عايز اقول نقطه مهمه جدا قبل ما اتحول للمنتخب الاولمبي، قسما بالله ماتش جيبوتي وسيراليون مش سهلين، ومهم جدا ان يصل الى اللعيبه، ومهم جدا ان يصل الى الجمهور مدى احتياج منتخبنا الوطني للجمهور في ظهره في الماتشات اللي جايه. لازم يا جماعه يبقى عندنا الوعي ده، لازم الناس تبقى فاهمه انه المنتخب بتاعك انت يا سيدي، ياما انت عاجب لها لك على 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 بلاطه، ازعل من الكوره، ازعل من الاحوال بتاعه الكوره، يبقى عندك تعليقات على طريقه اداره الكوره، قول اللي انت عايزه، بس يا جماعه احنا ما ينفعش نزعل من دول. يعني هو في حد بيزعل من نفسه؟ هو في حد بيزعل من المنتخب فاتقمص فقرر ان انا مش هشجع المنتخب اصل انا زعلان من طريقه اداره الكوره؟ ما هو مفيش حاجه اسمها كده. وتعالى احسبها لك حسبه ثانيه، ما انت ياما بتزعل من ادارات الانديه بتاعتك، بتقرر ان انت طالما زعلت من ادارات الانديه عشان هم مش بيعملوا اللي انت عايزه، فبتقرر ان انت خلاص انا مش هشجع الفرقه، ما انت بتشجع وتتفرج هنا وبتتفرج هنا وبتروح وبتجري. فهي مع منتخب مصر نيجي ونتقمص من بتوعنا مننا؟ فدي بس هي النقطه، انا دي جزئيه للي عندهم المفهوم ده. فاتمنى انه نكون بنكلم بعض بالشكل الصح، دي حاجه. الحاجه الثانيه الماتشات مش سهله، وماتش جيبوتي اللي هيبقى عندك يوم الخميس احنا محتاجين الاستاد يتملى على اخره. لما بنقول للناس ونيجي في الانديه في ماتشاتهم يلا احنا عايزين الساعه الكامله، بيبقى ده من احساسنا باهميه الجمهور، واحنا بنتكلم على فرق في الاول وفي الاخر. لكن ده الاصل يا جماعه، حد عنده اختلاف على انه ده الاصل؟ ده الاصل بتاعنا، ده منتخبنا اللي احنا بنشجعه. فمش هيبقى في حاجه غلط لو احنا عندنا مشاكل في القياس، فمع الانديه احنا موجودين مع المنتخب ده حاسين مش بتاعنا، لا ما هو ده بتاعك مش بتاع حد تاني. فعايز اقول لك ان المنتخب لو ما كانش مديك اماره قبل كده فادالك في ماتش الجزائر، فماتش جيبوتي محتاجين كلنا نبقى مع منتخبنا الوطني في الاستاد بمشيئة الله. من المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي، تعالوا نتابع مع حضراتكم من خلال هذا المعسكر لقاءات مع نجوم منتخبنا الأولمبي سعد ميسي ومحمد شحات. بنحاول كل معسكر نشتغل أكتر عشان نقدر نحقق حاجة لينا والمصر، وعشان ربنا يكرمنا بميدالية جديدة في الأولمبياد. أكيد طبعا كلام الجهاز معانا دايما إن احنا شغالين مش عشان مجرد نبقى رايحين مجرد حاجة شرفية، لا احنا رايحين نحقق ميدالية لينا والشعب والمجلس الإدارة الاتحاد الكورة، ويعني احنا شغالين ليل نهار على دون، وربنا يكرمنا إن شاء الله ونحقق ميدالية. لا المنتخب ما فيهوش جديد وقديم، المنتخب فيه انت طالما موجود يبقى انت لعيب بتمثل منتخب مصر، بتطلع أقصى ما عندك عشان تفضل محافظ على مكانك. نشتغل دايما، الشغل هيجيب نتيجة، والشغل هيخلينا نحقق ميدالية، هيخلينا نكسر الدنيا. الشغل دايما هو بيحرص دايما ان احنا نكون مواظبين على الشغل. هو طبعا ان احنا مركزين طبعا كل المعسكر، اي معسكر بندخله طبعا بيبقى مركزين بشكل قوي طبعا، وطبعا بنشتغل النقط السلبية بنلعبها في الماتشات الودية عشان نقدر يعني نظهر بشكل كويس ونعمل حاجه كويسه في الاولمبياد وناخد ميداليه ان شاء الله. ده طموحنا ان شاء الله مع مستر مكاري. كل اللعيبه بيتكلموا في النقطه ديت اللي هم امنيه حياتهم ان هم يحققوا ميداليه، وهم شغالين على كده. شايف ده يعني حلم ممكن يتحقق للمصريين وميداليه اولمبيه في كره القدم؟ والله مش بعيد عن ربنا طبعا، يعني بالشغل والتعب ربنا بيدي لكل واحد نصيبه في الاجتهاد على قد ما بنجتهد، ومستر مكاري طبعا بنجتهد معاه بشكل كويس جدا، وكل حاجة بنعملها بشكل مظبوط، وإن شاء الله نقدر نحقق ميدالية إن شاء الله ونسعد شعب مصر إن شاء الله. يعني طيب لا تقل أهمية الدعم اللي احنا محتاجينه المنتخب مصر الأول عن المنتخب الأولمبي. خد بالك من حاجة، هو جيل بيسلم جيل، والجيل ده الحقيقة من الأجيال اللي فاجأتنا، فاجأت كل الناس، يعني كل الناس لم تكن تتخيل على الإطلاق أن مجموعة الشباب اللي احنا شايفينهم دولت ممكن يعملوا لنا حاجة كويسة، بس حقيقة أن هم قدموا نفسهم بشكل محترم ووصلنا للأولمبياد عن استحقاق، ومعانا مدير فني كويس حقيقة ميكالي من المدربين اللي انت برضو تتوسم فيهم كتير من الخير. فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية تبقى فترة كويسة على صعيد منتخباتنا الوطنية. احنا بنعمل اللي علينا بدافع وطني بحت،
هنفضل وقرا المنتخبات، وده مش معناه ان احنا ما نتكلمش فنيا عن الاداء الفني للمنتخبات، لان لو احنا ما بنتكلمش فنيا عن الكوره نقفل بقى، يعني نعمل اي حاجه ان ما نشتغلش بقى، ما يبقاش احنا برنامج كوره. فبرنامج الكوره بيعمل ايه؟ بيتكلم في الكوره، فالاصل في القصه ايه؟ ان هو بيدعم ثم بيتكلم في الايه؟ في الفنيات. لو انا ما بتكلمش في الفنيات يبقى انا ما يعني نبيع بطاطا مثلا، نعمل اي حاجه من الحاجات دي، بس ما نشتغلش بقى في الكوره. فدي جزئيه بس مهمه ان احنا كنا نعدي عليها. طيب كمان ثواني، كمان دقائق، اقل من دقائق، الزمالك سيخرج بقرارات رسميه، يعني خطفنا منها عنوان لحد ما تبقى معاكوا رسمي، اجهز لعلك تشاهد خبرا مهما. فعزيزي المشاهد، ما استطعنا ان نصل اليه، وكمان ثواني يبقى عندك القول الفصل، هو انه بعد انتهاء التحقيقات مع فتوح تم خصم 25% من مستحقاته، صح كده؟ 25%. وتم اختار الاتحاد المصري لكرة القدم بهذه العقوبة بشكل رسمي. شكرا يا بشوات. شوف انا قلت كلمة مش دقيقة، فهم صححوها لي دلوقتي. انا قلت من مستحقاته، هي بقى مش من مستحقاته، هي من قيمة العقد كله، وهذا رقم لو تعلمون عظيم. يعني فتوح لو بياخد 1,000,000 جنيه في 250,000 ضاع، ده على فرضية انه بياخد 1,000,000، 25%. اذن خصم 25% من قيمة عقد فتوح، مش 25% من مستحقاته المتأخرة مثلا، لا ده من العقد كله، وإبلاغ جهاز المنتخب بالعقوبة الموقعة على اللاعب. كمان ثواني هيبقى هيتم الإعلان الرسمي عظيم. يلا بينا على الهواء على طول، يلا على الهواء، على الهواء مباشرة. الزمالك يقرر خصم 20% من مستحقات من عقد صبحي و 15% من عقد الزناري. يبقى 25% من عقد فتوح، 20% ماشي، 20% من عقد الزناري، 20% اسف من عقد صبحي، 15% من عقد الزناري. المعلومه اللي عندي مع استمرار عرضهم للبيع، ماشي كده، مع استمرار عرضهم للبيع. اسال زمايلي برضو في الاعداد عشان خاطر انا ايه، انا دلوقتي على الهوا، فانا المعلومات دي كلها بتطلع على الهوا لان هي لسه حاليا. طيب فتوح، هل يا شباب ما تمش الاعلان؟ طيب عشان انا وانت كنا نسال نفس السؤال، مش انت دلوقتي كنت تسال تقول طب هل فتوح يستمر عرضه؟ المعلن ان الاتنين لعيبه هم اللي اتعرضوا للبيع، استمرار عرضهم في القرار اللي طلع، وما تقالش الفتوح كده، صح ولا انا فاهم غلط يا شباب؟ صححولي. استمرار عرض الثلاثه للبيع، خلاص كده اتقفلت. استمرار عرض الثلاثه للبيع، مش فتوح مش هيتباع والاثنين ما يتباع، لا. اذا القول الفصل كده، الزمالك يقرر خصم 20% من عقد صبحي، 15% من الزناري، 25% من فتوح، واستمرار عرض الثلاثه للبيع. هذا هو القرار الرسمي لنادي الزمالك فيما يتعلق بهذا الشأن بعد انتهاء التحقيقات. من الزمالك نروح للاتحاد السكندري، وهنرجع يبقى لينا رجعة تاني على الاتحاد السكندري. أنا معايا على التليفون الحاج محمد مصلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري. يا حاج محمد مساء الورد والله، وليك وحشة كبيرة جدا والله. أنت كمان ليك وحشة يا إبراهيم. أخبار حضرتك إيه؟ طمني عليك. طمني عليك أنت، أنا بقالك يومين أنت معلقني في التليفون بتاعك. معلش انا اسف، حقك عليا. كل لما اقول هحاول اجي ما اعرفش اجي، بيني وبينك البرد، وبعدين ادويه البرد بتخلي الواحد ينام طول اليوم تقريبا، يعني الموضوع صعب شويه. فالنهارده دوب فوقنا قلنا لازم نبقى موجودين يعني. الف سلامه عليك. الله يسلم، الله يسلم، الله يسلم حضرتك من كل شر يا رب. ربي يبارك في عمرك. طيب زمايلي في الاعداد بيقولوا لي ان حضرتك كنت لسه جاي في زياره للعمري فاروق، طب طمنا. لا بص، يعني انا بالي يعني انا الموضوع بتاع الاستاذ عمي فاروق وزير الرياضه الاسبق يعني بقى له حوالي 4-5 ايام مظبوط، الحاله كانت فيها. وانا بصراحه كان يعني كنت مرتبط بعض الارتباطات في اسكندريه، كنت عارف ان انا حضرتك كنت لازم اكون موجود من اول يوم. ولكن النهارده يعني بصراحه اخذت سواء قلت له لازم تطلع ونزورهم من غير ميعاد ولا من غير ما نخت حد،
ولكن رحت وقابلت زوجته وعزتها طبعا في وقت والدتها وبصراحه يعني كنت متماسكه لحد كبير. وقابلت اخو الدكتور الدكتور هشام اخو العم فاروق. أيوه. واولاده. طب الحاله بتاعته ايه؟ لسه ما زالت صعبه؟ بص خلينا نتفق بس على جزئيه يعني نرجو من الناس كلها تدعي له صحيح. بصراحه الحاله مش سهله وحاله صعبه. وده اللي انا فهمته، ولكن مفيش حاجه كبيره على ربنا. ربنا طبعا يعني ان شاء الله يعني يطلعه من اللي هو فيه. يعني هو كان راح في حاله صعبه جدا ده صحيح. ما حسب ما فهمته وحالته فعلا كانت صعبه، وبالذات لما راح اول مستشفى كان في القلب تقريبا متوقف، بعد كده يعني بعض الجلسات الحمد لله طلع منها وراح على المستشفى. ولكن ان شاء الله يا رب كده الناس كلها تدعي له. الاستاذ عم فاروق صراحه من الشخصيات الطيبه المحترمه اللي عمره ما غلط في حد. ان شاء الله ربنا يكرمه كده ويرجع تاني لبيته ويرجع تاني للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومجلس ادارته ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب خلينا نتحول مع حضرتك بقى للاتحاد السكندري، والكلام اللي بيتقال عن امكانيه تغيير الجهاز الفني للاتحاد السكندري، صحه الامر من عدمه. بص يا استاذ ابراهيم، بتطبع المواقع الواحد بتشوف حاجات زي كده بيضحك صراحه. يعني انا نفسي اشوف بس العقل يعني. ملوش اي اساس من الصحه. لا مش ملوش اسم الصحه. يعني لو واحد عاقل يعني هل انت يعقل انت مدرب كسب ماتشين ورا بعض تمشيه؟ مفيش يعني كده. يعني اللي كتب الكلام ده يعني انا على فكره يعني انا عاتبت اللي كتب الكلام ده. عاتبته والموقع اعتذر ساعتها بصراحه. ونزل بعد كده تعديل على كلام على لسان الكابتن طارق العشري. يعني الحاجه المضحكه بقى اللي قال لك ايه؟ بيقول لك ان احنا ان هو مشى علشان الكابتن طارق العشري كان طالب معسكر في اسماعيليه وانا رفضت. يعني بص الحاجه المضحكه، يعني انت ترفض عشان حاجه بحوالي 250 300,000 جنيه معسكر اسبوع ولا حاجه زي كده؟ منطقي، كلام مش منطقي. وانت صارب 100 مليون جنيه. انت عقود الفرقه عندك بتاعت الكوره لو انا فاهم او انا فاكر صح 120 مليون جنيه حوالي. كنت بتتكلم حضرتك في مبلغ فجت على شويه ملح بقى فهمبهر. انت بتتكلم على معسكر بالعكس. ده كمان اللي بيقول الكابتن، يعني انا كمان بقول للكابتن تملي لم لعيبتك يلا بينا مش عارف. بس الواد ده في لعيبه في المنتخبات، في لعيبه مسافره. يعني مورو كان مسافر، وبالتدين كان مسافر، وما بيقولوا موجود مع منتخب بلاده. حبيب موجود مع منتخب النيجر. وفي بعض اثنين لاعبين مصابين. فطارق يعني اتكلم كلام عقلاني يعني. قال لك احنا دلوقتي عندنا توقف ماشي، هنلعب ماتشات وديه، واحنا عندنا نادي الاتحاد الحمد لله من اقرب السنه سموحه، فجنبه يعني فنادق، فممكن يقعد في الفندق يقضي اليوم بالكامل بيتمرن على فكره الساعه 8 الصبح الفرقه الساعه 5 بعد الظهر. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، ما بلولو قصته ايه؟ هل في صفقه تبادليه ما بينك وما بين الاهلي فيه؟ هل الاهلي طلبه اصلا من غير صفقه تبادليه؟ يعني قال لك احنا عايزين ما بلولو شوفه بكام ولا لا؟ التبادليه مع مين طيب؟ يعني يدي لك لعيب وتاخد لعيب يعني كده. ناخد مهاجم ومهاجم مش شرط بقى، يعني انت لو ليك احتياجات جوه الاهلي هتاخدها يعني. بس اتعرض اصلا يعني اتعرض اصلا ولا 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 انت رافض فكره الموضوع التبادلي ده اصلا، شايفه مش منطقي؟ لا لا لا. اولا اداره الاهلي لم تطلب مبلولو طلب ما حاجه يعني. ماشي. مفيش حد طلب مننا مبلولو جوه مصر. مفيش حد طلب مبلولو جوه مصر مع ان كل مصر عاوزه مبلولو. ما هو ده حقيقي. وبعدين انا عارف انه الناس بالزبط. مهتمه بمبلولو في الاهلي، انا عارف. لا 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 مفيش حد يتكلم في الاهلي خالص خلاص. والحاجه الثانيه الاهتمام ده ما خرجش الى مرحله ان هم يسالوك. انا عارف حد يتكلم. مفيش حد خالص. مفيش حد يتكلم في مصر هذا الموضوع. ليه؟ عشان هم عارفين كويس ان لو مبلولو تم بيعه مطلوب فيه حوالي 3 مليون دولار. 3 مليون دولار؟ انا جاي في 2 مليون دولار ما بعتهوش والله. 2 مليون دولار السعوديه ده من ناديين. نادي اهلي طرابلس الليبي دفع فيه 1,700,000 دولار. حصل. انا فاكر كويس. ونادي في السعوديه دفع فيه 1,200,000 دولار اعاره وانا رفضت الاثنين. ماشي. حبا في نادي الاتحاد السكندري. ماشي. وحبا واتفاق بينه وبين الكابتن طارق العشري. يبقى نسال السؤال بقى، نعدل السؤال. اللي هيدفع فانت لو حضرتك هنتطرد دلوقتي ان انا مثلا ببيعه ب 2 مليون دولار، ف 2 مليون دولار بتتكلف حوالي 46 مليون 46 جنيه بتتكلف حوالي داخل في 90 مليون جنيه. ماشي. هل حد في مصر هيدفع كده؟ مفيش حد في مصر هيدفع. معلش بقى خلينا افتح السؤال، خلينا اسال السؤال من الناحيه الثانيه. خلينا اشتغل اعلامي. لو اتدفع لحضرتك في مصر
ما يصل الى ال 2 مليون دولار او 3 مليون دولار حسب رغبتك، مقبول يتباع؟ 3 مليون دولار يعني 150 مليون جنيه. ما تاني 3 مليون دولار لو حد دفعهم لك مقبول له يتباع؟ قولا واحدا، لو مقبول له هيتم بيعه مش هيتم بيعه في مصر. كده اختلفت الاجابه. لا مش خلاف الاجابه، ولا حاجه، نفس الموضوع. لا ما هو اصل 3 مليون دولار ممكن تلاقي حد بكره وصل بشكل او باخر بدعم وصل ليك فقال لك ال 3 مليون دولار اهو انا عايز مقبول له. ده عشان خاطر بس لعيب ابراهيم. ما انا بنحاول نشتغل بقى ونطلع معاه. ما بلاش عشان خاطر النبي، عشان خاطر مش تيجي معايا سكه. طب يعني يا لا ده انا والله جاي معاك سكه. بس كده خلاص، كده ناخد منك عنوان، مش هيتباع في مصر لكن يتباع بره مصر بال 3 مليون دولار، كده مظبوط؟ وممكن ما يكونش السنه دي. وممكن ما يكونش السنه دي، ماشي. بالظبط كده. ماشي حلو، ده كلام عظيم جدا. خليني بقى اسال حضرتك، ناوي تدعم بصفقات جديده في يناير ولا الدنيا ماشيه معاك كويس في موضوع اللعيبه اللي موجوده؟ اي بص يا كابتن طارق العسري، طلباته مجابه. الحمد لله، يعني برضه انا عايز ارجع في الحته دي. اتفضل. عايز ارجع في الحته دي عشان دي بس مساحه بسيطه جدا. يا فندم اتفضل، ده برنامجك. ربنا يحفظك. انا بس عاوز اوصل لنقطه مهمه جدا. ان ابتدى يوصل للناس ان نادي الاتحاد السكندري لما تعاقد تعاقد لعيبه من الدرجه الثانيه. ماشي. خلاص؟ ماشي. وتعاقد لعيبه ناشئين. ماشي. الكلام ده غير صحيح. خلاص؟ هتسمعك حاجه، هعدي لك من حراسه المرمى لغايه الهجوم. اتفضل يا فندم. طب حراسه المرمى احنا عندنا اصلا مهدي سليمان. ماشي. ده جون من المدافعين المحترمه جدا. وجبنا عمر صلاح، فجبنا واحد اهو مش من الدرجه الثانيه. ماشي. خلاص؟ فجبنا تحت في الدفاع جبنا اربعه خط دفاع، الاربعه باختيار الكابتن طارق العشري، مع العلم كان في كمان اثنين فممكن نجيبهم ولكن اختار اربعه دولت، سيف توكا، محمود شبانه اشتريناه من نادي الزمالك، واحمد ياسين، وسلامة ابو سليمه. ماشي. الاربعه دول ما بيلعبوش في درجه ثانيه. لا وانت بعدين احمد ياسين ده كان منتخب مصر وكان مطلوب، ده طلع مع سيف توكا الترجي التونسي. ماشي. تتكلم على اسلام ابو سليمه كان النادي المصري. ماشي. وتتكلم على محمود شبانه النادي الزمالك وسمع. ماشي. واشتريناه. فانت عندك اربعه اهو، مفيش حد منهم من عمر الوحش نجم نادي الاسماعيلي. ماشي. صح كده؟ ماشي. فده برضو ده بس هو مين يشكك في كده؟ ما انت الفرقه بتاعتك كويسه، ما حدش يقدر يشكك في ده. بالظبط كده، ولا بتيجي من تحت كمان. على فكره انت لو كملت، انا عارف كويس، انا عارف الفرقه بتاعتك كويس. فانت عندك رجع عمران وعندك كل الكلام ده. فانت جيت مثلا كده عمرو صالح جبته من نادي وادي دجله ولاعيب ممتاز برضه والباك ليفت. فجبت احمد غنيه من نادي سبورتنج باك رايت. تحت جبت هاني طامي من المنصوره، فجبت ثلاثه من الدرجه الثانيه. ولكن في الاخر ثلاثه مميزين وبين لهم فرصه. صح. حاجة تانية، جبنا أجانب، ثلاثة أجانب من بره مصر خالص. فاهم ازاي؟ زي أنت بقى عملت عقد جديد لمبلولو. يعني زودت له عقده سنتين تانيين. أيوه. دفعت مبالغ كبيرة جدا. أيوه. مورو زودت له عقده كمان سنتين. أيوه. جبت رجعت بنجامين، رجعته تاني إنه يكون موجود. فالفكرة إن نادي الاتحاد عنده، مش هقول لك سكواد، عنده لعيبة محترمة جدا جدا في اختيار الجهاز الفني ودعم مجلس الإدارة. فالحمد لله الاختيارات محترم. بقى يخص الدعم بقى في يناير، قال الكابتن طارق محتاج مثلا باك رايت زياده مع هشام صلاح، وارد جدا. محتاج انت عايز باك ليفت، وارد جدا. عاوز حد يلعب رقم 10. ولكن في الاخر هل الاختيارات شهر يناير زي الاختيارات اللي في لا ما لا ما واللي بيبقى معروض بيبقى صعب. ايوه صح. ولكن في الاخر هنسعى ان شاء الله يكون عندنا حد، ولكن برضه بعد ما الكابتن طارق يقول انا عاوز واحد اثنين ثلاثه. صحيح. حاج محمد انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله باذن الله الاتحاد السكندري دايما معاك في امان وللافضل ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا حاج محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري. على الجانب الاخر استعد عزيزي المشاهد، فهذه المداخله مهمه جدا ايضا. انا معايا على التليفون الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. استاذ احمد اهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي، مساء الفل. طيب مرة تانية استاذ احمد، ماشي، هيبقى موجود معانا دلوقتي حالا استاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. ولعل زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين الاخبار مهمة جدا جدا في قرارات مجلس ادارة نادي الزمالك، نكررها للي ما كانش موجود معانا وبرضو ناخد الايضاح معانا. طيب الاستاذ احمد سالم ولا ها؟ طيب ادي القرارات قدام سيادتك على الشاشه. اولا خصم 25% من مستحقات احمد فتوح، خصم 20% من مستحقات
لا انت مش شايف حاجه لسه يعني، لو كنت انا بقول لك قدام حاجه على الشاشه وانت هو لسه ما فيش حاجه اتحط دلوقتي. خصم 20% من صبحي اهو، خصم 15% من عقد مصطفى الزناري، استمرار عرض الثلاثي للبيع، ايقاف الثلاثي لمده شهر. ماشي كده، دي قرارات مجلس الاداره. طب ايه اللي اختلف في القرارات ديت عن القرارات اللي قبل كده؟ ما هو انت كنت قايل لي قبل كده في قرارات مجلس اداره نادي الزمالك انه في ايقافات وعرض للبيع. في اختلاف. ايه هو الاختلاف؟ الاختلاف انه هذه القرارات تمت بعد التحقيقات الرسميه اللي خرجت واللي اتعملت مع الثلاث لعيبه. الاول كان جه الصبح وزناري، ثم بعديها جه فتوح. فاذا هذا هو الثلاثي في نادي الزمالك اللي تم التعامل معاه مع استمرار عرض الثلاثه للبيع وايقاف الثلاثي لمده شهر. لحد ما يكون موجود معانا الاستاذ احمد سالم، خلونا برضو نروح لتفاصيل مهمه داخل القلعه الحمراء النادي الاهلي، وتحديدا هكلمك في قصه صلاح محسن. هل هناك اختلاف ما بين كولر وما بين صلاح محسن؟ القصه عامله ازاي او الموضوع عامل ازاي؟ اتشهر تقارير كبيره في الفتره اللي فاتت عن انه كولر طلب رحيل صلاح محسن. عشان اشرح لك الموضوع، هو ما طلبش رحيل صلاح محسن، هو ممكن يكون في حاجة لها علاقة بكيفية استغلال صلاح للفرص وتنفيذ التعليمات. وما علمته هو انه طبعا زي ما حضراتكم شايفين المدة الزمنية قليلة جدا ما بين المباراة والمباراة الاخرى، ولذلك ما علمته ايضا انه صلاح ملتزم في تدريبات النادي الاهلي. لكن القصة كلها لها علاقة ب الراجل مستني ايه من صلاح محسن. الراجل مستني كتير من صلاح محسن، لكن مفيش الخلاف الى يصل الى حد ان الراجل طلب رحيل صلاح محسن. علشان تبقى القصة قدامك، انا اللي بتمناه من صلاح واللي بطلبه من صلاح محسن طول الوقت وفي كل مرة بطلع فيها على الشاشة او حتى في الراديو، صلاح عنده كتير، عنده كتير جدا في الكورة، بس محتاج يشغل دي شوية، يعلي درجة فهمه واستيعابه للفرص، وانه ده قميص النادي الاهلي. وصلاح والله مخلصا يعني، دي اخر فرصه حلوه هتجيلك في الكوره، قميص النادي الاهلي السنه دي اخر فرصه حلوه. اللعيبه عارفين ده كويس، فكره ان انت تمشي وتروح اعاره وترجع وتمشي وتروح اعاره وترجع، دي كلها ده له تمن، فخد بالك عشان التمن ده غالي جدا. فاتمنى ان هو يكون ماسك بقى في الفرصه كويس، لان الموضوع بقى صعب جدا. بالمناسبه مديام الغني تواصلنا معاهم، قالوا ان هم طلبوا الكاف سرعه تحديد مباراه الذهاب امام الاهلي، لانه زي ما حضراتكم عارفين استاد القاهره في يوم 25 مش هيبقى جاهز علشان خاطر النادي الاهلي، وبالتالي الاهلي كان عايز يلعب على ملعب المقاولين العرب وفقا لطلبات كولر، فالكاف مش موافق على ملعب المقاولين العرب، والناس في مديامة عايزين يعرفوا ايه ملعب الذهاب. لسه الموضوع ده ما تنسقش لحد اللحظه اللي احنا فيها. طيب قلت لك التفاصيل وشرحت لك القصه كمان فيما يتعلق بالنادي الاهلي بعد الفاصل. طيب ها ما طلعش فاصل؟ ها قولي ثواني ماشي يعني. طيب انا معايا على التليفون الاستاذ احمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. استاذ احمد اهلا وسهلا بيك، تحياتي، مساء الفل، اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، تسلم، كله تمام. طيب ممكن اسمع من حضرتك القرارات اللي اخذتوها في مجلس اداره نادي الزمالك والناس كلها تسمع؟ اولا ايقاف اللاعبين الثلاثه فتوح وصبحي والزناري لمده شهر، خصم 25% من العقد السنوي لفتوح و20% من صبحي و15% من الزناري، مع اختيار اللاعبين واتحاد الكوره بقرار، واستمرار قرار عرض البيع. الاستمرار عرض الثلاثه للبيع ده قرار نهائي خلاص، من كده ما فيهوش رجعه. طيب الجزئيه بتاعت انك تبعت للاتحاد المصري لكره القدم، ما هو الغرض منها انك تبعت العقوبات بتاعتهم؟ ما هو الطبيعي في قرارات الايقاف الرسميه اللي طالعه من بعد تحقيق رسمي ان يبقى يتم اختيار الجهه الاداريه او الجهه المختصه بيها اللي هي في الحاله دي اتحاد كره القدم. وبالتالي هو الاتحاد حسب لوائحه هيعتمد العقوبه دي مش بشكل في اللعب الدولي مش هيعتمدها، ده بقى موضوع تاني يعني يتناقش مع الاتحاد فيما بعد الاخطار يعني. هل الحيثيات اللي انتوا لقيتوها في التحقيقات
وصلتكم الى ده مطمئنين انه ما فيش اي نوع من انواع انجاز التعبير حد مظلوم بشكل او باخر؟ اطلاقا. طيب بدليل تفاوت العقوبه، يعني ما هو ده اللي لسه راح اساله لحضرتك، ليه في 25 و20 و15؟ في مسببات لكل حد فيهم ادت لتفاوت العقوبه. طيب يعني الجزئية بقى اللي متعلقة بأنه كانت هناك أسماء اتقالت في التحقيقات، هل سيكون هناك عقوبات أخرى لبعض اللاعبين ولا خلاص احنا قفلنا كده؟ خلاص هي الواقعة تخص الثلاث لاعبين وتم اتخاذ اللازم فيها. طيب اجمالي الخصومات دي بالفلوس تعمل كام؟ هل عندنا رقم مثلا نقدر نقوله؟ لا صعب نوصل لرقم، لان طبعا عقود اللاعبين دي بتبقى برضو امور خاصة شوية، فصعب يتحدد فيها ارقام. عظيم. احنا بنتكلم على العقد السنوي ولا كامل العقد؟ العقد السنوي طبعا. يعني بياخد من 25% من السنه دي، مش 25% من الثلاث سنين بتوع العقد. طيب بالضبط. دي برضو للتبيان كانت مهمه. اخر سؤال، هل احنا وصلنا لحاجه فيما يتعلق بملف المدير الفني ولا مستمر الكابتن معتمد جمال؟ الكابتن معتمد ليه كل الدعم ومستمر في منصب القائم باعمال المدير الفني. طيب امتى ممكن نكون بنحسم الملف ده؟ ناخد وقتنا، لسه عندنا فتره. هو يعني هو الملف مش مفتوح زي ما الوسائل الاعلاميه يعني بتحاول توحي، يعني كل يوم الاخبار عن مدربين اجانب ومصريين كلها ملهاش اي اساس من الصحه. مفيش خالص؟ خالص. طيب افهم من حضرتك، وكابتن معتمد مستمر الفتره دي ان شاء الله ويحقق فيها انتصارات ونتائج، وعمل ماتش كبير وفي روح عاليه جدا في التمرينات وفي الفريق. كل الدعم دي من مجلس الاداره. افهم من حضرتك ان الزمالك قفل ملف مدير فني اجنبي والابقاء على الكابتن معتمد جمال اخد عنوان كده؟ ولا قفل ولا فتح، هو الملف ما كانش مطروح النهارده اصلا للعرض، النهارده تم التاكيد على دعم كابتن معتمد. طيب ماشي، انا هعدي الجزئيه دي لما قد يكون فيها من افكار او حرج فيها. الجزئيه اللي انا عايز اسال حضرتك فيها، ودي الزملكاويه كلهم بيتكلموا عليها، مساله القيد، هل في يناير فعلا ممكن يترفع القيد ولا لا؟ بص يا سيدي، اكيد اكيد هي الشغل الشاغل للمجلس، لان ماشي. طبعا دي الهرم او يعني القاعده اللي هيتبني عليها حاجات كتير قوي. مظبوط. بس قبل كده يعني اكتر من مره، يعني التفكير المنطقي والطبيعي قلنا اكتر من مره ان المجلس قدامه عقود اللاعبين بتاعت السنه اللي فاتت او المستحقات، بعد كده مستحقات السنه دي، بعد كده التجديد، بعد كده رفع القيد. لا انت ايه الميزه انك ترفع القيد وانت عليك التزامات مثلا؟ مش هتستفيد اصلا من رفع القيد مثلا. فالامور واخده يعني المسار الطبيعي ليها، والمجلس شغال على كل المسارات، يعني ان شاء الله ممكن نلحق ولا في نار ولا صعب على حسب الاولويات. يعني طبعا في كل الشغل المجلس يعني كل اهتمامه ان شاء الله انه يحاول يلحق رفع القيد في يناير. طيب اسوريو النهارده كان موجود في اتحاد الكوره، هل ده وصل لكم معلومات بيه ولا لا؟ وصل لنا طبعا، وكان تصرف غريب شويه، لان هو المفروض يعني تم ابلاغه انه يجي النادي يوم الاربعاء اللي فات، وكان يوم ماتش بيراميدز تقريبا، فاتاجل الميعاد ليوم الاحد، وتم ابلاغه بيه بشكل رسمي هو ووكيله وما جاش، وفوجئنا بالخبر النهارده ان اسوريو موجود في اتحاد الكوره. فتم ابلاغه النهارده تاني بشكل رسمي، وتم ابلاغ اتحاد الكوره بما ان هو لجأ له، رغم ان اتحاد الكوره يعني مش طرف اصيل في التعاقدات بين الانديه ومدربينها، لكن بما ان هو لجأ لاتحاد الكوره فتم اختار اتحاد الكوره واختاره شخصيا واختار وكيله، بان بكره في انتظاره لانهاء التعاقد بشكل محترم وبشكل يرضي جميع الاطراف ان شاء الله. طيب هو عايز كل فلوسه خمس شهور كاملين؟ ما هو نقعد بس، هو الراجل يجي يقعد يقول عايز، يعني ما القعده اصلا لم تتم لغايه دلوقتي، ولغايه دلوقتي اخر حاجه بيننا وبينه هو اختاره بانهاء التعاقد. ماشي، بعت له بقى دعوه ان هو يجي امتى؟ الدعوه ان في انتظاره بكره بقى ان شاء الله. بكره ان شاء الله باذن الله. استاذ احمد، في قرارات ثانيه خاصه بالاستاذ مرتضى منصور، بالغاء قرار كان سبق اصداره في ابريل الماضي بتفويضه بالرئاسه، بمنحه الرئاسه الشرفيه وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنه عليا للاشتراكات والعضويه برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها. تم سحب القرار ده وما يترتب عليه من اثار، وتم مخاطبته بتحديد شخص ما او حد معين يقدر استلام اي متعلقات تكون موجوده تخصه في النادي باذن الله. معلش انا اسف، انا محتاج من حضرتك تعيد لي القرار ده لان انا ما كانش عندي. عيد معلش قرار مجلس الاداره ده تاني. اقراه لك بنفس الصياغه. ارجوك. سحب قرار مجلس الاداره الصادر بالجلسه العاديه رقم 20 بتاريخ 18 ابريل والممتده لتاريخ 27 ابريل في الموضوع رقم 1 فيما تضمنه من منح السيد الاستاذ مرتضى منصور رئيس النادي السابق الرئاسه الشرفيه وتخصيص مكتب له وتشكيل لجنه عليا للاشتراكات والعضويه والشؤون القانونيه برئاسته وتفويضه في اختصاصاتها وما يترتب على ذلك من اثار. طيب سحب القرار ده وبقى هو والعدم سواء.
طيب سحب الرئاسة الشرفية دي يعني من بعدها كل الصلاحيات اللي هو كان حاططها تحت الرئاسة الشرفية دي زالت، صح كده انا فاهم صح؟ لا، هو هم كان هو الجلسة دي كان فيها ثلاث قرارات. ثلاث قرارات، ان هو يوم الرئاسة الشرفية وتخصيص المكتب وتشكيل اللجنة برئاسته. تمام. لجنة للاشتراكات الوضعية، الثلاث قرارات تم إلغائهم. تم إلغائهم، صحيح. طيب اذا انا بشكرك طبعا، شكرا جزيلا استاذ احمد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. استاذ احمد جزيلاً. سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك. النهارده الحلقه مهمه جدا زي ما قلت لحضرتك قبل الحلقه، وفيها تفاصيل كتير. بعد الفاصل عمر عبد الله، شويه متعه بقى، شويه شغل في الكوره من اللي قلبك يحبه، فخليكم معنا بعد الفاصل. جدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وجي معادنا مع الاثنين العظيم. شوف، خلص على تامر وعلى عز وعلى علاء وعلى عمارة وقعد لوحده. انت ايه؟ انت جامد قوي حبيبي والله. الجينيوس بتاعنا مشرفنا ومنورنا عمر عبد الله. عمر، اهلا وسهلا بيك حبيبي. ابراهيم، اخبارك ايه؟ اخبارك يا صديقي؟ الحمد لله. ما بتحنش للونس؟ والله انا كنت عايز اقول لك ان القعده معاك هيد تو هيد دي 1 تو 1 دي يعني ليها هيبه. يعني كان في حد بيونس بيك، لكن حد بيتأنس بيك ده مني ليك دي؟ تعالى لي بقى تقيله شويه علينا بالبروجريشن والكوفر. مش متعود عليها انا 1 تو 1 دي. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام؟ الحمد لله. يلا بينا نخش على ماتش مصر وجيبوتي. كيف يتعامل منتخبنا الوطني مع منتخب جيبوتي؟ وهل هو منتخب من المنتخبات اللي تعمل حسابه؟ انا دايما في الكلام العناوين بحب دايما اعمل حساب الفرق حتى وان كان تصنيفها اقل مننا بكتير، بس هو السؤال بقى في الملعب شكلهم عامل ازاي؟ 100% يعمل حسابه. اه طبعا لازم يعمل حسابه، مفيش مباراه سهله ومباراه صعبه يا ابراهيم. المباريات السهله او المباريات الصعبه اللي بيحددها الفريق الاقوى، هو اللي بيسهل على نفسه المباراه او يصعبها. منتخب جيبوتي هو المنتخب رقم 189 على العالم. ماشي. بعيد جدا جدا جدا، ولكن منتخب جيبوتي هو منتخب الدوله اللي منها ارتا سولار اللي احرج الزمالك، وهو برضه فريق غير مصنف ومن الدوله من رقم 189 على مستوى العالم. مظبوط. فبالتالي لو ما احترمتش الفريق اللي قدامك هيحرجك بكل المقاييس. على المستوى الفني هو فريق بيضم اكبر عدد من اللاعبين، حوالي 8 او 9 لاعبين من ارتا سولار اللاعب الزمالك، فبالتالي هو مش غريب على الكره المصريه ومش غريب علينا لما نتفرج. كم لعيب من ارتا سولار؟ حوالي 7-8 لاعبين. 7-8 لعيبه. من القوام الاساسي ولا من الاجنبي؟ القوام الاساسي. من القوام الاساسي لارتا سولار. هو اصلا ما عندوش لاعبين محترفين تقريبا، اللهم لاعب واحد جناح ايسر، ولما نشوف الحالات اللي معانا لان هم تركيزهم كله على الجناح الايسر، لاعب رقم 10 انس بن علي، ده الراجل بيلعب في الدوري الدرجه الثانيه في النرويج. ماشي. فهم بعيد فنيا بشكل كبير جدا. عشان ندور على منتخب جيبوتي تعبنا شويه عشان ماشي. نجيب حالات يعني، لكن وصلنا لاحدث حاجه ممكن تكون معانا، وهي مباراه منتخب جيبوتي مع منتخب باكستان. يلا كانت مباراه وديه وانتهت لصالح منتخب جيبوتي بالمناسبه بفوز 3-1. تعال نشوف الحالات، لان معانا حالتين في الاول بتوضح لك ان تركيز الفريق ده 100% على الناحيه اليسرى اللي بيتواجد فيها الراجل رقم 13 الظهير الايسر، والراجل رقم 10 الجناح الايمن بتاعهم، اللي هو دايما بيستلم الكره بيروح على ناحيه الشمال مباشره بكره طويله او بكره بينيه في ناحيه الشمال. هو فريق كرته بسيطه يا ابراهيم، يعني هو فريق في بداية مبادئ كرة القدم. مبادئ كرة القدم، يعني بص هو بيلعب الراجل 1-3، الراجل دخل طبعا مع كامل الاحترام المنتخب الباكستاني، يعني لو كان بعد منتخب الكريكت كان هيبقى احسن. لا واضح يا بيه، خلاص واضح، انت مش محتاج نوقف بقى هنا. هوب اوعى نوقف هنا، لان دي كانت وده كان الهدف الاولاني اللي احنا لسه شايفينه من شويه. ده المنتخب جيبوتي دايما نقطه قوتهم في ان هو بيلعب الكوره الطوليه على الظهير الايسر. جيبوتي اخضر ولا ابيض؟ جيبوتي الاخضر. هو اللي كان جايب الهدف اللي فات. ماشي. بيلعب الكوره الطوليه على الظهير الايسر، او بيلعب الكوره على الجناح الايسر اللي بيلعب دايما بالانفيرتد وينج او بالقدم العكسيه. وبيدخل داخل الملعب. دي زي ما بقول لك، هي الفريق بيلعب كوره بسيطه جدا جدا، لعبه 1 2. الراجل رايح، المنتخب الباكستاني ضعيف جدا جدا في البطوله، ولكن يعني الناس بتترقص بالتليفون. ومع ذلك نوقف بقى هنا عشان نقول ومع ذلك، شوف المنتخب الباكستاني ضعيف ازاي. لكن منتخب جيبوتي عنده كوارث في التمركز، في الرقابه، في التغطيه، في كل شيء. تعال نشوف بقى سريعا الحالات الدفاعيه عشان تلعب جيبوتي ازاي. بمنتهى البساطه حرك الكوره.
منتخب جيبوتي وانس ان انت حركت الكره المسافات، انا عايز ارجع الكره دي ثانيه واحده في الدقيقه اللي معانا. بص هي بص الكره اتلعبت ماشي بالظبط. هي بص عشان هنقول حاجه واحده هتلخص القصه كلها وبعد كده ثانيه واحده وقف بقى فريم ورا عشان نشوف الفوارق بس. ما بقى عايز اشوف الرباعي بتاع دفاع جيبوتي. بص يا ابراهيم بس هنا بص الاربعه ماشي. المسافات واسعه جدا ما بين الاربعه بحر من الفراق كل بصوا في الاخر وصلت للراجل جوه الست ياردة في ظهره الباك وقدامه السنتر باك والدنيا جميله جدا. فبالتالي منتخب جيبوتي هو منتخب في المتناول بس حرك الكره قدامه يعني ودي الكره حاول تخرج اللعيبه دي وانت كده كده هتخرجهم من اماكنهم. يعني بص ده منتخب باكستان بص يا خبر ابيض مفيش. وبص الراجل فين ده كل الدنيا هاتها يعني كده اللي فاتت دي بص دي بص دي كله كله بص كله يا ابراهيم تمركزات غريبه جدا تمركزات. الاثنين بيلعبوا كره بدائيه بدائيه جدا ومع ذلك بص اي كره عرضيه اي كره في الناحيه العكسيه اي كره داخل منطقه الجزاء على مدار الشوط ده يعني ده بص دي كمان بص 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 خط وقفه خط الظهر الراجل جاي من هناك متاخر جدا 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 الظهيره ومع ذلك الراجل هيستلم وهيروح وهيشوط والدنيا جميله يعني ملالي. فبالتالي وبص برده دي ده كل ده من مباراه واحده امام ماشي. المنتخب الباكستاني فيعني بص بص الراجل الرقابه جوه منطقه الجزاء غير موجوده بالمره. فبالتالي احنا بنتكلم في منتخب لا خلاص احنا ما بنتكلمش بالظبط كده احنا ما بنتكلمش في المتناول بس انا اخد من كلمتك اللي في الاول لازم كل مباراه نقول ان هي لا اديها احترامها لان الزمالك على نفس الملعب ده بالمناسبه امام ارتا سولار اتغلب 2-0 وحط نفسه في موقف صعب جدا. فبالتالي احترم منتخب جيبوتي رغم ان هو منتخب بيلعب كره قدم بعيده جدا وبدائيه جدا. كلامك خوفني اكتر واتمنى انه لا لعيبه المنتخب تشوفه ولا تسمع عنه حاجه. الحلقه دي يخفوها يا جماعه من على يوتيوب عشان خاطر اللعيبه بتاعت المنتخب لو شافت الموضوع ده تفتكر ان الموضوع حلو يعني. ها فانا ما بقلقش غير من الماتشات اللي كلنا بنبقى شايفين انه في اثيوبيا بنلعب منتخب اثيوبيا كان يلا بينا هوب مراجيح لقينا حاجات تانية خالص. هذه الحلقه ليست للعيبه منتخب بس احنا بس نتفرج عليها. انا ما قلتلكش الاكسبريشن اللي هو بتاع فرقه طيبه لا ما هو فاكر لو معانا الذكريات مش قد كده يعني صحيح. طيب بعد الفاصل على الاواشيط هنعرف كيف تحول المنتخب مع فيتوريا الى منتخب جماعي مش منتخب باصي لابو صلاح. خليكم معانا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسه مستمرين معاكم في تحليلنا الفني في الاثنين العظيم مع عمر عبد الله. والسؤال الأهم اللي بنتكلم فيه هو فيتوريا كيف تخلص من أنه منتخبنا الوطني يبقى منتخب باسل صلاح لمنتخب جماعي. اتفضل عمر. طيب هو الفكرة فعلا أنه هو إزاي تحول أو بيحاول روي فيتوريا تحويل المنتخب الوطني من منتخب باسل صلاح لمنتخب قد يبدو باصي يا صلاح. ماشي. تحويل الفريق ومحاولة أنه هو يخليه فريق متعدد الأسلحة ده عملها روي فيتوريا على مدار الفترة اللي هو موجود فيها من بدايته لحد دلوقتي رغم أن البداية كانت رايحة برضو لباسل صلاح في أول مباراة خلص أمام نيجر 3-0 صلاح هدفين. تعال نشوف كام رقم معانا وكام إحصائية كده معانا مع روي فيتوريا في مشواره مع المنتخب الوطني خلال ال 11 مباراة اللي هو خدهم. روي فيتوريا خد 11 مباراة فاز في 9 تعادل في واحدة أمام الجزائر وهزيمة واحدة أمام تونس أحرز 23 هدف في المباراتين الاخيرتين في اخر 6 مباريات. هنا بقى الفكره يا ابراهيم ان في اخر 6 مباريات المنتخب سجل 9 اهداف لم يسجل منها صلاح اي هدف واخر هدف لمحمد صلاح مع المنتخب يعود لمباراه ملاوي في 28 مارس الماضي. قد يبدو ده هجوما على صلاح لكن هو على الاطلاق هو المنتخب تحول من منتخب او فيتوريا حول المنتخب من منتخب باصل صلاح لمنتخب باصي يا صلاح. محمد صلاح اصبح في طريقه روي فيتوريا هو صانع الالعاب الاول للفريق بجانب الحفاظ على خطورته كلاعب مهم وقريب من المرمى. تعال نشوف هنا على البورد نشرح ازاي طريقة 4-3-3 اللي بيلعب بيها روي فيتوريا بشكل كبير جدا او هي دي الطريقة اللي هو بيلعب بيها خلال الفترة اللي فاتت. فيتوريا بيلعب بطريقة 4-3-3 على الورق رقميا شبه بتاعة كارلوس كيروش لكن هي على خلاف كارلوس كيروش تماما. كارلوس كيروش كان دايما بيروح لثلاث لاعبين في وسط الملعب الثلاثه رقم 6 الثلاثه يقدروا يقوموا بالتبادل بالادوار ان لو الكره بقت الموقف ده الراجل اللي هنا الثمانيه ده بقى 6 يلعب 6 عادي ماشي. اللي حصل موقف ثاني الراجل ده 8 يبقى 6 يبقى يلعب عادي 6 عشان كده دايما
بالظبط، عشان كده دايما كان بيروح للسوليه، حمدي فتحي، محمد النني، وكان محافظ على صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. الطريقه دي مع انت سايب لي انا الشناوي. اه معاك تمام، عشان انا جايب اللعيبه كلها. تمام ماشي ماشي. فبالتالي كان بيخلي الشغل كله على محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد. اللي عمله لوي فيتوريا ان هو عاد او وضع احمد سيد زيزو، احمد مصطفى زيزو، في مركز اللاعب رقم 8 هنا. اللاعب رقم 8 في الطريقه دي مع روي فيتوريا بقى دايما بيروح كجناح. مزبوط. مع دخول محمد صلاح. مزبوط. في العمق. دخول محمد صلاح للعمق عمل حاجتين. قرب محمد صلاح من المرمى. وخلى محمد صلاح في احيان كتير جدا ينزل هو كلاعب رقم 8 ويكون طعم للعيبه الفريق المنافس، ان هو يسحب معاه لاعب من خط الوسط، يسحب معاه الظهير اللي جاي معاه اصلا من الناحيه الشمال في حركه تبادل الادوار مع زيزو، ويبدا يعمل عمليه الخلخله اللي في خط دفاع اي فريق تاني، حتى لو واحد من لاعبي خط الوسط الفريق التاني بدا يرجع بتتخلق هنا المساحات. ده خلى ان دايما عندك خطوره لباقي لاعيبه المنتخب. لو بصينا هنلاقي ان انت دايما عندك خطوره، مثلا لو ده صلاح نزل يستلم وزيزو بدا يخرج وحصلت الحركه دي، فبيبقى دايما عندك اللاعب رقم 8 اللي هو حمدي فتحي اللي احرز هدفين في اخر مباراتين للمنتخب الوطني امام زامبيا وامام الجزائر، او عمر مرموش اللي هتلاقيه دايما رايح بكرات. فبقى خطيرة. عندك حلول كتير في الملعب مش بس محمد صلاح اطلاقا. ده اللي لمسناه حتى كمان يمكن في ماتش الجزائر اكتر كمان 100%. لان في ماتش الجزائر، ولما نروح للحالات هتلاقي ان في ماتش الجزائر اكتر ناس وصلت للمرمى مش محمد صلاح، بالعكس محمد صلاح كان دايما بينزل هنا، وكان زيزو في اول 20 دقيقه قبل طرد محمد هاني هو اللي بيطلع على الطرف، وكان مصطفى محمد وتريزيجيه هم الاقرب للمرمى. بعد الطرد وتحول الطريقه وخروج زيزو، برده محمد صلاح بقى بينزل في لاعب في منطقه لاعب وسط الملعب، وكان مصطفى محمد هو اللي بيخترق من العمق اعتمادا على تركيز الفرق في رقابه محمد صلاح. صحيح، فتروح له باثنين مفيش مشكله. بالظبط، تفضي من عندي. ده بدا مع فيتوريا من مباراه بلجيكا من سنه بالظبط. من مباراة بلجيكا بدأ فيتوريا ان هو يستغل الموقف ده، ان محمد صلاح، ولك ان تتخيل ان هي انطلت اللعبة على لاعبين بحجم منتخب وقيم منتخب بلجيكا، فكان محمد صلاح هو اللي بينزل، وكان التحرك كله عند محمود تريزيجيه. ماشي. هو كان نجم المباراة الاول، كان بيعتمد برضو على فيتوريا في تحركات محمد صلاح كانت واضحة جدا في مباريات المنتخب امام ملاوي اللي احرز فيها محمد صلاح. اذن هو الراجل استخدم صلاح بس استخدمه كطعم 100% وحرك بقيه الفرقه حواليه 100%، وده تطوير لاداء محمد صلاح وتطوير لاداء المنتخب. اول لما تيجي تتحفظ ديت، عارف فيلم لا تراجع ولا استسلام القبضه الداميه، اول لما تيجي تتحفظ ان هو بقى يستخدمه كطعم هيبتدي ما يستخدموش كطعم، هيرجعه تاني بقى كفرق. عادي جدا كفرق. عادي جدا. صحيح. هحطه هو السلاح وهثبت تحتيه اثنين لعيبه رقم 8 وعندي مهاجم وهلعب بيه وهو لعب مباشر اقصد يعني. وهيأدي وهو هيأدي لان ده دوره الاساسي، لان محمد صلاح استخدم الموضوع استخدم على مراحل. في مباراه ملاوي مثلا كان بيستخدم فكره معروفه جدا في الكوره وهي الاوفرلود تو ايزوليت، او ان هو اوفرلود عشان يعزل، وكان استخدام محمد صلاح بنفس الطريقه ان هو بينزل في العمق، زيزو بيخرج، بيتحرك مصطفى محمد وعمر مرموش عشان يطير محمد حمدي. ده كلام عظيم هنا على البورد على الاواشير. عايزين نشوفه بقى على بالحالات، على الشاشه بالحالات. يلا بينا. اتفقنا؟ يلا بينا. روح لفصل وبعدين نرجع لك. روح يا باشا، انا معاك في اي حاجه. لسه مستمرين مع حضراتكم وتحليلنا الفني في الاثنين العظيم مع الجينيوس بتاعنا عمر عبد الله. اتفضل يا سيدي. اتكلمنا على البورد وقلنا تحركات محمد صلاح، نزوله للعمق، الشيفت اللي بيعمله مع زيزو، التحركات بتاعه الاثنين المهاجمين ان هم بيخلقوا المساحه في قلب اي خط دفاع، مع الزياده من اللاعب رقم 8 اللي في مؤخرا كان حمدي فتحي اللي احرز الهدف. تعال نشوف الحالات معانا بدايه من مباراه بلجيكا اللي انا استشعر منها ان هي اللي نورت في دماغ فيتوريا انه ازاي يستخدم محمد صلاح كطعم. مباراه بلجيكا كانت امام منتخب قوي، كانت زي الايام دي تحديدا بالظبط من سنه قبل كاس العالم بالظبط، دي مباراه بلجيكا ابراهيم اللي اقيمت في الكويت. تعال نشوف بالظبط تواجد محمد صلاح اللي في اسفل الكادر تحت خالص ده، شوف تدرج الهجمه ازاي وصل بمحمود تريزيجيه هو اللي هيكون اللاعب اللي منفرد بالمرمى، باص التاني، تريزيجيه هنا بيرجع بالكوره لطارق حامد، طارق حامد هيمرر ل محمد النني. هنا بقى التمركز اللي احنا بنتكلم فيه، صلاح بعيد تماما، وصلاح واخد الطعم، واخد لعيبه او عين لعيبه منتخب بلجيكا، محمد مصطفى بالظبط، مصطفى محمد في العمق واخد قلب الدفاع، فبالتالي اتخلقت المساحه اللي ما بين قلب الدفاع وما بين السنتر باك الرايت سنتر باك او قلب الدفاع اليمين لتريزيجيه اللي انفرد بالمرمى وحطها في ايد كورتوا.
بص على الهدف الثاني لمنتخب مصر في المباراه دي نفس القصه، حتى بتبقى هنا دي مش هجمه مرتده، ده بيلد اب عادي جدا لمنتخب مصر امام منتخب بلجيكا، كره بتتلعب في نص الملعب بتتسند لمحمد صلاح، هو محمد صلاح ده الراجل ده اللي معاه الكوره، نزل في قلب الملعب خد معاه اكسل فيتسل وبدا طلع تريزيجيه، اعتقد ده طلع تريزيجيه مباشره في استخدام تريزيجيه كلاعب مهاجم. نفس الكوره دي هتلاقيها اتكررت بشكل اكبر وهنجيبها في اخر مباراتين للمنتخب الوطني، ده كان الهدف الثاني لمنتخب مصر امام بلجيكا. دي مباراه زامبيا مثلا، مباراه زامبيا محمد صلاح بيخرج بره منطقه الجزاء عشان يقوم، بص هو اللي داخل جوه منطقه العمق دي، هو اللي طلع بره المنطقه عشان الكره تتلعب، هنا بيقوم محمد صلاح بدور يعني ايه اللي زي ما احنا قلنا ايه باص يا صلاح، هو اللي عمل الكوره اللي قبل الكره العرضيه لحمدي فتحي لاعب الوسط. بص هنا محمد انا عايز ارجع فريم بس معلش عايز ارجع فريم، بص محمد صلاح فين؟ ايوه بص محمد صلاح تحت خالص اخر الشاشه تحت، نفس التمركز بتاعه في مباراه بلجيكا، مستخبي هنا اهو في الحته دي كده بالظبط، نفس التمركز بتاعه في مباراه بلجيكا في الهجمه اللي احنا لسه شايفينها. فبالتالي الراجل راح لمصطفى محمد، انفراد تام لمصطفى محمد هنا، خلق المساحه عن طريق تحرك محمد صلاح وانقذها مدافع المنتخب الجزائري. في نفس المباراه بنفس الطريقه هنلاقي ان في الدقائق الاخيره في الدقيقه 92 محمد صلاح هنا هو اللي بينزل في على فكره اللي بيشترك ده اهو بالظبط، هو صلاح ده بص كرة هتتلعب واحدة هيحط التانية مباشرة محمد صلاح لمين؟ لعمر مرموش، انفراد تام. فبالتالي المنتخب مع روي فيتوريا تحول بشكل كبير جدا او في طريقه للتحول والتطور من منتخب باصي لصلاح لمنتخب باصي يا صلاح، ودي حاجة يعني نقطة قوة للمنتخب، لان محمد صلاح هو لاعب يجيد لعب بالدورين، يقدر ان هو يمرر زي ما هو بيعمل دلوقتي، وزي ما انت قلت لو اتقفلت انا اقدر استخدم محمد صلاح تاني كجناح مهاجم انسايد فورورد او حتى مهاجم جناح هداف زي ما بيلعب في ليفربول، او حتى ممكن استخدمه كرقم 9 زي ما لعب في احيان كتير مع ليفربول. اعتقد ان اللي ساعد فيتوريا انه يفكر في الطريقة دي انه يعتمد بالشكل ده على بقية العناصر التانية، انه العناصر التانية وصلت الى مراحل من مراحل النضج الكبيرة اللي بقت ادوات تستخدم لو انا هلعب بصلاح كطعم 100%. يعني لو انا ما عنديش مرموش، لو انا ما عنديش مصطفى محمد، لو انا ما عنديش تريزيجيه، لو انا ما عنديش زيزو، بالاخص كنت مستنيك تقول بالظبط كده بالاخص مش زيزو. هقدر اعمل كده 100% بالاخص زيزو، لان زيزو هو اللي ادى الحريه ان محمد صلاح لما يجي هنا في حد هيشغل المساحه دي صحيح بالكفاءه، وهيعملها بنفس الاتقان بالكفاءه دي. فبالتالي لما صلاح ينزل وياخد معاه الظهير، او على اقل تقدير صلاح ينزل ويتسلم للاعب رقم 8، المساحه دي ما بقتش شاغره، فالراجل ده ياخد يبقى عنده زياده عدديه، بقى في زيزو اللي بيشغل المساحه دي وياخد معاه الظهير، فبدات عمليه الترحيل وخلق المساحه مع تواجد حمدي فتحي في عمق الهجوم زي ما عمل في مباراه زامبيا مثلا. محمد صلاح نزل من هنا وقدر ان هو يعمل الهجمه من ناحيه اليمين عشان يتلعب الاوفر عشان اللي يكمل هنا جوه منطقه الجزاء ده الراجل رقم 8 حمدي فتحي اللي داخل هنا. فبالتالي ديناميكيه الفريق زادت بمجموعه التحركات دي اللي حاول فيتوريا ان هو يطورها قبل معترك تصفيات كاس العالم وقبل كاس الامم الافريقيه اللي جايه ان شاء الله. ده ما يخص منتخبنا الوطني. تفسح النهارده في الاستوديو عندك وان تاتش، مجهز لنا ايه في وان تاتش؟ عندنا كشاف قبل وان تاتش، عندنا كشاف النهارده واحد كويس انكم افتكرتوا كشاف، لا احنا فاكرينها والله على طول، بس هو الموسم كان لسه في بداياته يعني. ماشي عندنا الكشاف النهارده وواحد من المهاجمين الواعدين جدا في الدوري من بدايه الموسم، حسام اشرف مهاجم البلديه تاني هداف الدوري، واحد من تاني هداف الدوري لان يعني في اكتر من لاعب مشترك معاه، لكن في خمس مباريات خمس اهداف. هنركز النهارده شويه على حسام اشرف وايه اللي هو بيقدمه مع بلديه المحله من بدايه الموسم. عظيم كشاف بعد الفصل مع عمر عبد الله، يلا بينا. الله 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 عرف التسديده اللي عرفت الفريق عرفت الامور. هتكتشف مين؟
حسام أشرف مهاجم مميز جدا، مهاجم البلدية، واحد من هدافين الدوري الموسم ده، جاي من بعيد قوي. هو حسام بالمناسبة كان صعب، يعني الناس أكيد متابعة، يعني هو كان صاحب القضية اللي بسببها تم إيقاف قيد نادي الزمالك، والناس قاعدة تقول يعني هو يستاهل قوي الموضوع ده. لا، هو الحقيقة أن الراجل رغم أن هو تعرض لكتير في مسيرته من الزمالك، لإعارة للبنك الأهلي، لم يشارك، بابا فاسيليو ما كانش مقتنع بيه فرجع الزمالك تاني، ثم خرج في إعارة للبلدية. لا، بداية الموسم خمس مباريات البلدية، لعب خمس مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي، في خمس مباريات خمس أهداف. تعال نشوف أرقام سريعة عن حسام أشرف، واحد من اللاعبين المميزين جدا في الموسم الحالي. لا، عنده 22 سنة، مهاجم سنه صغير، مهاجم بيلعب بالقدم اليمنى، لعب في الزمالك والبنك الأهلي وبلدية المحلة، لم يشارك كثيرا مع البنك الأهلي. تعال نشوف أرقامه في الموسم الحالي لأنها أرقام مميزة بصراحة. في خمس مباريات أحرز خمس أهداف من 3.7 expected goals، ده بيقول إن هو بيحرز أهداف صعبة كويس. ناس كتير بيحصل لها كونفليكت في حتة إن إزاي خمس تجوان من 3 أهداف متوقعة، ده لأن الأهداف اللي جت كانتش من أهداف متوقعة بالظبط، من فرص نسبة إحرازها قليلة، وهنشوفها حتى لما نيجي نستعرض الحالات. في الخمس مباريات يا إبراهيم صنع أحرز خمس أهداف وصنع أربع فرص، يعني عنده 9 مساهمات هجومية لم تترجم بشكل كبير، لأن الأربع فرص اللي صنعهم لم تترجم لأهداف. سدد 9 تسديدات، والتسديدات على المرمى اللي بين القائمين العارضة 7 تسديدات بنسبة دقة من 9، 78%. نخش في الأرقام اللي جاي، ده رقم مهم جدا، عدد التسديدات اللي الراجل ده بيحتاجها عشان يسجل هدف هو 1.8، يعني بيحتاج تسديدة و8 عشان يحرز هدف، ولو على المرمى يبقى 1.4 تسديدة لإحراز هدف. تمريرات 65، 74% دقة التمريرات، مش أفضل حاجة. هنبدأ نخش هنا بس في الاتنين دول تحديدا في نقاط الضعف اللي عند حسام أشرف. استلام الكرة 84، استلم منهم 83 كرة سليمة، 99% دقة الاستلام، لكن تمريرات 65، دقة التمريرات 74%، مش أفضل حاجة، محتاج إن هو يشتغل عليها. والمراوغات 0، دي نقطة قد تكون سلبية في حسام أشرف. تعال نشوف خريطة معانا لأنها خريطة مهمة جدا بتبين فاعلية اللعيب نفسه. الصورة اللي معانا اللي جاية اللي هي تسديدات حسام أشرف على المرمى، وهنا أنا هروح للكالر بار ده اللي هو بيشرح لنا الموضوع. دي التسديدات بتاعته معظمها من داخل منطقة الجزاء، لكن المهم بالنسبة لي بص اللون الأخضر يا إبراهيم كام لون، لأن دول الإجوان بتاعته. بص اللون اللبني كام لون، لان ده الاون تارجت، ما عندوش غير واحده بس اوف تارجت وواحده بلوكد، فبالتالي احنا بنتكلم في لعيب فعاليته كبيره جدا جدا، يا اما 90% من تسديداته يا اما اهداف يا اما اون تارجت واحده بس اللي كانت اوف تارجت واحده بس بلوكد. تعال نشوف سريعا اهداف او تحركات حسام اشرف، لانها في النهايه بتبين ان انت عندك مهاجم موهوب. الجون ده يبدو سهل جدا في بلديه المحله، ولكن انا بالنسبه لي التمركز رقم واحد، وهو رايح اهو. بص التحرك عكس، عمل السويتش مباشرة واستلام واحد حطه قدام الجول. السويتش اللي عمله مع اللي في كرة حيازته اللي هو فيفر أكيم، عمل سويتش، الراجل راح ناحية اليمين، هو مباشرة راح فتح لنفسه زاوية التمرير، ما فضلش يجري معاه. في مباراة الاتحاد دي واحدة من المباريات اللي تألق فيها بشكل كبير جدا حسام أشرف. هنشوف الهدف ده، بص بيفكرنا شوية بجون عمرو زكي في مباراة 4-3، والهدف الثاني كمان في المباراة دي أحلى وأحلى، هو أحلى أهداف حسام أشرف هذا الموسم في مباراة الاتحاد السكندري، لأن فيه كل اللي أنت طالبه من المهاجم أو رأس الحربة. ده الهدف اللي أنا بتكلم عليه، راجل استلم. بص هنا تحرك حسام أشرف جوه منطقة الجزاء، لقطتين، الاستلام والعدلة بتاعت الجون والقرار. ده بيقول لك ان ده مهاجم، كان زمان كابتن حماده امام الله يرحمه يقول لك حاسه التهديف، هو الراجل عنده حاسه التهديف، عارف هو مكانه فين وحاسس بالمرمى. انا بشوف ان هو مهاجم مميز جدا الموسم الحالي حسام اشرف، واحد من اللعيبه اللي بيستحقوا ان هو يتحط عليهم سبوت لايت في المنتخب الاولمبي وفي المنتخب الوطني الاول في مركز كنا بنعاني منه بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت. عودته الى الزمالك في وقت من الاوقات تفيد الزمالك ولا لا؟ 100% مهاجم بالامكانيات ده مع النقص اللي في سكواد الزمالك اصلا في 90 او في اغلب مراكز الفريق، بالتاكيد مهاجم بالامكانيات دي، متربي جوه الزمالك فعارف قيمه الفريق، اعتقد ان هي تبقى اضافه كبيره للزمالك. شرفتنا ونورتنا والله. نفسك في اي حاجه تاني في الاستوديو؟ لا خلاص بقى، لفينا اللفه كلها هناك في الاستوديو، وقفت على وان تاتش وقفت على القواشيط وطلعت فوق وقعدت على الكرسي لوحدي. نفسك في حاجه تاني؟ معلش. بت زمايلك مرضي؟ ربنا يرجع بس عماره بالسلامه ان شاء الله. انت مرضي وربنا يبارك للباقي، من عمار ربنا يبارك للباقي. عمر شرفتنا حبيبي، بشكرك شكرا جزيلا كالعاده، متالق يا صديقي، ربنا يخليك، بشكرك شكرا جزيلا يا عمر على مجهودك وعلى تعبك معانا. دي حلقتنا خلصت النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، نشوفكم الاسبوع الجاي، تصبحوا على الف خير، سلام عليكم.